من بغداد أيضا النار التهمت البنت والأم تناشد. هالي تعبت خالة، تعبت. الله يسلمك. تعبت والله العظيم، ماكو مرة جافة الضيمي. من البداية أنا أم، عندي ثلاث بنات، عائلة إحنا نشكل من ثلاث بنات وأم. كنا عايشين بصلاح الدين، داموا مصافي بيجي، وقتها صارت الطائفية ما سنة وشيعتها جرنة، فقدت أبوهم، فقدت والدتي بطلاقات نارية، وتهجرنا إجينا إلى مدينة الصدر. وقتها عانينا وبيه الكفاية، قعدنا بالخيم، كان وقت الشتاء، الأمطار تسيل، يعني آلام كلش قوية. ظلينا من مكان لمكان بالخيم. بعدين إجيت أناشد بالألفين وخمسة، ناشدت وزير النفط لعادتي للوظيفة، ما حصلت على هاي. وراها شديت حزامي وقمت أسوي طرشي وكبة وكيك حتى عيش بناتي. بنتي الكبيرة الحمد لله وصلت مرحلة ثانية هندسة، والوسطانية صيدلة، وشاء القدر طق بيتنا بالغاز. يعني انفجر الغاز عليكم الطباخ؟ انفجر بيتنا بالغاز واحترقت بنتي دعاء. وظليت أفتر بالشوارع أناشد، رايح وجاي يقول لي ساعدني أريد أجيب علاج لبنتي. كانت بين يوم ويوم 130، هسا كل خمس أيام 205,000، حرقت 80%. جيد عمر الله يخليك. 2006 فقدت الأب، ولا عدهن أخو، ولا عدهن خال، ولا عدهن عم. ظليت هسه اتجول بالبيوت من بيت البيت. ما عندك مكان يعني ثابت تقعدين به؟ لا معك للأسف أستاذ العزيز، ما عندي. فناشدت قبل فترة، قبل شهرين، رئيس الوزراء السابق مال ببال المناشدة، وهسه هي مناشدتي رئيس الوزراء الحالي الأستاذ الدكتور الفاضل محمد شاه السوداني، وناشد وزير النفط. والأترجى منك يا وزير النفط أني تسمع هاي المناشدة الثاني مرة للوزير الجديد اللي موجود حاليا، إنكم تعيدون الوظيفة حتى أقدر أعيش وأعيش بناتي. والله جيت لهذا المكان وبناتي بلا غدا، منو من عندكم هسه أطفال بلا أكل، بنات شابات أضيعهن بلا أكل، مين أريد أجيب أنا؟ لا أخو لا أبو، لا أحد ينطيني، أبقى أسول بالشارع؟ ما تقبلوا على نفسكم. حتى أبدأ ناشد وزير الكهرباء، وزير الزراعة، أنتوا الوزراء، أنا أناشدكم كعراقية، أناشد الشرفاء الموجودين بالعراق من تجار إلى غيرهم، من ينظرون إنه هالي تعبت خالة، تعبت. الله يسلمك. تعبت والله العظيم، ماكو مرة جافة الضيمي. ما شاف الضيم وتابي ما هي الدنيا. أم قولي يا الله إن شاء الله توصل بناشدتك. أم الثلاث بنات والله تعبت. مسحت دموعك إن شاء الله، ما طول من خلال برنامج لوكيشن إن شاء الله. خلا أنا إن شاء الله يوصل صوتي. أريد يوصل صوتي للوزراء والمسؤولين، أريد يوصل صوتي الناس الطيبة. علاج بنتك إيش قد؟ كل أربعة أيام، اليوم الخامس 205,000، مين أريد أجيباني؟ أنا ما عندي إمكانية.